جيت لنجوم العلوم حتى أشارك باختراع اسمه سودان هوم تيست، جهاز طبي بيفحص 6 أمراض وبيحدد المرض بنسبة معينة. مثلا الملاريا زمان كان بوزيتيف نيجاتيف، يعني أنت عندك أو ما عندك. احنا عايزين نحدد كمية الملاريا الموجودة على أساس إنه الجرعة تكون حسب كمية المرض الموجودة في الجسم. جيت حتى أسمم ICT فيو 5 لاين، يعني الكوبة السامبل تجيب العينة تسحب العينة من أصبعها، بقوم السينسر الموجود في الجهاز بالخط الإشارة وبديك النتيجة في الشاشة بنسبة معينة، يعني بكمية معينة. الحاجة الثانية جيت أحل مشكلة موجودة الآن في العالم، فحص التايفويد الآن موجود في العالم بطريقتين، بطريقة الويدل تيست وطريقة ICT اللي هو أمينو كروماتوجراف والويدل تيست. الويدل تيست أيضا بنقسم لقسمين، في طريقة السلايد وفي طريقة 24 hours يعني بعد 24 ساعة، يعني النتيجة بتطلع بعد 24 ساعة يعني بعد يوم كامل. وطريقة السلايد WHO مانع، يعني هي ما ريكومندد انه ممكن يستعمل السلايد لانه بيعمل كروسماتشين مع امراض تانية، ملاريا، مايكارد انفكشن، اميونو كروماتوجرافي ديزيز. انا جيت عامل طريقة تانية لفحص التايفويد بالكولورومتري اللي هو ام بوينت، يعني انت بتشيل العينة تكب في التيوب تنتظر ربع ساعة يحصل تفاعل تدخله في الكولورومتري ذاته بتقدر التربيديتي، يعني نحن بنفس الاكيورسي تبع ال 24 ساعة اللي هو بتعمل لها كالشرين في ربع ساعة يطلع لنا نتائج باكيورسي عالي وبجودة عالية وفي زمن معين على اساس انه بنديه الانتيبيوتيك بجرعة معينة وفي زمن وجيز.